مؤسسة منظمات من أمريكا وكل هذه المنظمات مقراتها موجودة في أربيل وفي تركيا. هذه المنظمات تعمل الآن يا ترى أساسا تعمل بس لغرض إنساني؟ خلي في بعضات نفسر الأمور تفسير في بعضات واقعي. إحنا ناس كبار بالعمر، إحنا الآن انفتح الجو وانفتحت المساحة، ماكو سماء للضغط على أي حركة في بعضات. الشباب يتحركون بحاجة لضرب، أنا أجد من الشباب اللي يأتون في القنطرة أكو ظرف اقتصادي يدفعهم، لكن أنت تسأل عن هذا ما هو؟ ما هذه المنظمة؟ ماذا تريد؟ يا ترى ما نقصد الحارس؟ هذا والله بس انت سالتني عن شغله انه هل هاي المنظمات تجي تعمل بمجال فقط اجزاني ما عنده اي علاقات مع مواضيع اخرى؟ لا انا اقول لك انه بالمختصر الامم المتحده مؤسسه بها مجموعه دول كلهم يجون يسوون بها فلوس ينطون منها ترجع تتوزع للمناطق اللي فيها صراع حسب المشكله اللي تصير في هذه المنطقه. احنا اليوم منطقتنا صار فيها صراع، فجت هذه المنظمات لأنه هاكو ناس عم يطلبوا فلوس. تتواصل جلسات ملتقى الكتاب مع حضور ثري من المثقفين في الموصل. اليوم الجلسة رقم 36 تناولت موضوع اسمه وهم التفوق. احنا عادة اكو مثال شعبي يقول الزنقين بعد ان يفقر يظل يتوهم انه زنقين، فيفوت في مشاهد بالحياة يعتقد انه لا زال زنقين. مجتمعنا اليوم يؤمن بوهم التفوق، يؤمن بأن أستاذية العالم وأنه يجب أن يقود العالم، وهذه حقيقة طبعا مرة يجب أن نفضحها ونكشفها. وبالحوار اليوم تم سلطنا الضوء كثيرا على هذه الأزمة الفكرية اللي تعيش بها مجتمعنا في الموصل. لن نجمل الواقع بعد اليوم، لن نتباهى بشيء غير مستحق التباهي، سنثبت للعالم أن التصحيح قادم من الموصل، وأن الموصل ذات الصوت الحضاري ستولد من جديد بأبهى صورها إن شاء الله. اليوم نحن في ملتقى الكتاب في يوم الأربعاء اللي هو يوم ثابت للقاءات أسبوعية يقيمها ملتقى الكتاب للنقاش في الكثير من الأمور التي لها علاقة وثيقة بالواقع. نحن نعتمد في هذه المناقشات إما على كتاب يتم قراءته سابقا ومن ثم نقاش فيه بعد قراءة الكتاب وعرضه على الجمهور، أو يتم مثلا أخذ مجموعة مشاهد فيديوية لموضوع معين أو استضافة كاتب معين والحديث في أمر معين. إحنا دائما نحاول نبسط الجلسات، إذا كان فيها أفكار يعني خلينا نقول عميقة فلسفية كذا نحاول نخفض يعني مستوى الحوار إلى شكل يفهمه جميع الحاضرين، نأتي بأمثلة مثلا من الواقع القريب حتى نصل بالنتيجة إلى زيادة مستوى الوعي لدى الحاضرين ولدى حتى المتابعين. تتناول عن الثقافات الموجودة والصراعات الموجودة داخل المجتمع ومقارنتها بالحضارة الموجودة في الغرب والحضارة الموجودة الحضارة الإسلامية الموجودة وأوجه الاختلافات الموجودة ضمن الحضارتين، وكان أكو نقاش بناء جدا في تحديد الموضوع اللي انطرح وشارك به بعض من النخب الموجودة بالملتقى، فتوصلنا إلى نتيجة يعني جدا لطيفة بأنه إحنا يعني لازم نحتفظ بتاريخنا وورثنا الثقافي الموجود، ولا بأس أنه إحنا نأخذ من الحضارة الغربية ما يفيد منطقتنا يعني وما يفيد مجتمعنا. كان اللقاء جميل جدا وتحدث فيه نقاش مواضيع شائكة ومتشعبة، وكنت أتمنى أن يكون النقاش بحضور علماء من مختصين في علم النفس، لهذا الأمر يحتاج إلى عالم في هذا الأمر علم النفس ليفسر لنا هذا الشيء، وثم النتيجة تكون طريقة مدروسة ل حلول. والله طبعا هو ملتقى الكتاب بمحاضرات مهمة، خصوصا المحاضرات اللي يلقيها الأستاذ خليل مهمة جدا لتطوير المجتمع ومفيدة جدا يعني. ها؟ أكيد هي تنمي من قدرات الشخص وبالأخص خصوصا الشباب، راح يكون عنده شخصية وراح يكون عنده مبدأ وراح يتقدم إلى الأمام إن شاء الله.